جيتنا عالهوى يلا ندرد السوا، هنقدم لك نصايح نوصف لك الدواء، نوصف لك الدواء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم. هو مش اعتذار لكن هو توضيح بس، وعلى الهوى ولكل الناس وكل الأطباء، إن دايما اسمي بيذكر بالصحة والجمال. يعني الصحة والجمال يتقال أمين مصلح أو المصحي بالصحة والجمال، رغم إن أنا يمكن عملت برامج في قنوات كتير، لكن دايما هتلاقي ده الزوجة الأصل، الزوجة الأولى، أي حاجة. فعلشان كده لما بتكلم معاها بيبقى في جزء من العشم الجامد جدا، زي ما بدخل دايما لو هتاخر قولي لا ده قناتك ما تزعلش، وهكذا. يعني في تغييرات في الورق، اول حد يكلموني ده قناتك وما تزعلش، ده انت ده بيتك. في نقط معينه هوضحها. رقم واحد، احيانا كل هدفنا كلنا ذكوره مع جلديه مع مسالك مع نسا مع كلنا الارتقاء، ودايما بقول ان فضل القناه دي. يمكن النهارده كنت قاعد في المراكز الخصوبه بقول لهم ان مهما الدكاتره تسعى لكل القنوات لن تجد مشاهده صح الا في الصحه والجمال. يعني مهما نروحوا قنوات اللي هي بيسموها اللي هي الجريد اي والحاجات اللي بتعتبر دلوقتي على الوش وعلى الصفحه الاولى بالمشاهده، لكن من الناحيه الطبيه ومن الناحيه الصحيه ومن ناحيه المتابعه الصحيه لا، لان هناك المريض صدفه، لكن المريض يبحث عن صحه وجمال. وخلاص العالم العربي كله، بل بالعكس العرب اللي في كل الدنيا يبحثوا عن صحه وجمال. على هذا الاساس انا ما نقضتش من اسبوعين دكتور معين، لا ده انا كان احد الاصدقاء اتصل بيا وقال لي شوف حلقتي دي، فشفت الحلقه وكان في كلام بسيط ما بيننا كان نوع من انواع العشم، وقلت له هرد عليك على الهواء ورديت على الهواء، وكان ده نوع من انواع المناقشه بينه وبين هذا الصديق، لكن ما كانش طبيب تاني بتاع الناس، هو دكتور صديق ليا. الحاجه المهمه الثانيه ان اقل قناه بتقدم كلام في الاعشاب والكلام ده كله وكلام في العلاج بره الطب هي صحه وجمال. ده انا بشوف قنوات حاجه الواحد بيجري عليها جري ويتكسف منها، مجموعات قنوات كامله. واعتقد احدى المجموعات اتصلت بيا قلت لهم صعب ان انا حتى كمان اقرب ايام القناه بتاعتكم، لان شكلي هيبقى انا مش ده ما فيهاش طب خالص. فانا عايز اقول اني اي كلام قلته، حتى كمان لما كان العشم ان احنا نرجع وطلبت ان الاداره تزود جرعه الخدميه زي الجلديه وغيرها، كان نوع من انواع العشم في المكان، او مش العشم، طلب في المكان. ووجهت كلامي للاستاذ حميد توفيق وعادي جدا وسبت الكلام ده، واقصده يعني مش كلام نقدي اكتر منه طلب من حد من اهل البيت وغير على المكان. بس يعني دي نقطة من الايه لازم اوضحها في البداية. معانا اتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذة نهى، ازاي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يخليك يا استاذة نهى. انا بس استاذة حضرتك، بس انا عايز استفسر على حاجة. تؤمري. عني مش عن جوزي يعني. تحت امرك. انا كنت عملت عملية حقن مجهري مرتين. تمام. انا متجوزة بقالي 3 سنين. تمام. وعملت حقن مجهري مرتين. اول مره حضرتك كنت مطلعه 21 بويضه. تمام. وتاني مره طلعت 17 بويضه. تمام. في العمليتين كان بس بيبقى عندي 2 اجنه بس، يعني بينقولوا لي 2 اجنه بس اللي هم الاكثر جوده. ايوه، اللي هم درجه اولى. تمام. فانا لما جيت العمليتين فشلوا، ما حصلش نصيب يعني. فلما رحت للدكتور المره دي بعد العمليه الثانيه، فهو سالته ايه السبب؟ قال لي السبب ان في المعمل كاتبين له ان هو يعني في خلل في جوده البيضه. فهو فعلا الكلام ده مظبوط؟ قال لي هو ملهاش علاج. لا يعني هي لا نرجع بقى، وعلشان كده لما هجاوبك طبعا بتوع النساء ما يزعلوش مني، وهقول لك ليه. انت عملتي هرمونات ولا لا؟ انا عامله هرمونات بتاعتي اف اس اتش وال اتش وبرولاكتين. كام برولاكتين كام؟ البرولاكتين كان بيطلع 11، والاف اس اتش الاف اس اتش كان 6، والال اتش والال اتش كان بيبقى 3.5. جميل جدا. عندك التي اس اتش كويس؟ وعندي حضرتك المخزون المبيض انا عاملاه 4.8. ممتاز. لا انت بتحليل الزوج، تحليل الزوج برضو كويس. كام؟ مفهوش حاجه. كام هو كان؟ 20 مليون. والحركة؟
والحركة 50 اللي هي الأولانية. تمام. طب أنا أسألك سنك كام؟ أنا سني 29 سنة. طب ممكن أقول لك حاجة غريبة شوية؟ اتفضل حضرتك. أنت مالكيش طفل أنابيب خالص، يعني أنت دخلت الطريق اللي مش طريقك، طب تابعيني وهقول لك كل حاجة عن الاتنين. بص حضرتك أنا آسفة، بس هو الدكتور النهاردة قال لي إن مش هيحصل، مش هي صعب إن يحصل حمل طبيعي. ليه؟ وإحنا ليه؟ لازم نقرر عملية الحمل. ليه صعب؟ يعني انا بيقول لي انت عندك البيضه ضعيفه، هو بيقول لي البويضات ضعيفه، هي ازاي ازاي البيضات كويس لكن يعني ازاي ازاي البيضات ضعيفه؟ هل هو بيقول لي المعمل كتب له التقرير، يعني اللي هو حضرتك ساعه عمليه الحقن المجاري على التقرير اللي كتب له ان هو بور كواليتي اوف اكس. طب انا مش عارفه ازاي وانا اصلا يعني حضرتك مطلعه كل ده وبيطلع لي في الاخر بس اتنين جنين بس. الزوج عايش معاك على طول صح كده؟ معايا. تابعيني حضرتك وان شاء الله هتحملي طبيعي باذن الله بتوفيق ربنا. تابعيني وفي عياده الصحه او تابعيني خدي تليفوني وان شاء الله معاكي تحت امر حضرتك. على فكره بعد المقدمه الاعتذاريه اللي انا بقولها ان انا عمري ما كنت، على فكره انا النهارده كنت قاعد في المركز بقول لبتوع النساء ارجوكم احنا لازم نبقى ايد واحده. انتوا عارفين كلمه عادل امام دايما يا اخوانا، يا اخوانا احنا لازم نبقى ايد واحده. واصغر دكتور نساء النهارده عنده 28 سنه، كنت بقول له ارجوك اتعلم منك. نرجع بقى للنقطة دي اللي بتقولها مدام نهى، هي النقطة اللي كنت هبدأ بها النهاردة لما اتعلمت من بتوع النساء الشباب الجديد النهاردة. اللي هي فكرة ايه هي مشكلة موضوع مركز الخصوبة؟ رقم واحد اللي انا بقوله اتمنى ان يبقى دكتور اللي بقوله بقى، لان تعرفين حضراتكم ان دايما دكتور اللي بيتعامل مع الزوج احيانا بيتخض اول لما يشوف اوراق الزوج، والعكس لما الدكتور النساء يشوف ورق الزوج احيانا يتخض. انا عايز دكتور ما يتخضش، شوف الورقين ما يتخضش، والكلام ده قلته كتير وده اللي بنادي بيه وهفضل انادي به، ان لازم يبقى دكتور في دكتور تخصص متخصص خصوب بتاع ده انجاب، تخصص انجاب. وده يبقى زي ما اتعمل ذكوره من الجلديه والمسالك يتعمل تخصص انجاب من كل التخصصات، يبقى تخصص انجاب بس يشمل كل ده، يبقى ما يشتغلش مسالك وما يشتغلش نساء وما يشتغلش جلديه. دي النقطة اللي لازم. رقم واحد تحليلات الزوجة دي رائعة وتعني جودة البيضة. تحليلات الزوج معقولة، ليست ضعيفة وليست جيدة وليست ممتازة. فكرة ان انا ايه اللي بيدلني ان البيضة كويسة التحليل دي، يعني هي بتقول ان البيضة مش جيدة، لا، البرولاكتين ال 11 والسدي لو ما فيش افرازات، الاف اس اتش 6 والال اتش 3 وشوية، التي اس اتش لو كان سليم، كل ده يعني البيضة جيدة. فكرة اني انت عارفين بنقول يا رب النجاح، لكن احنا داخلين ونتقبل الفشل اولا منها، وقلنا الكلام ده ويرجعوا كل الكلام بقوله بقى لي سنين. احنا داخلين مراكز الخصوبة بنعمل اطفال انابيب او اخصاب مجهري، واحنا عارفين ان الفشل اقرب من النجاح وده الطبيعي، وعشان كده النجاح ممكن نيجي بتكرار المحاولات. وانا قلت ليه تكرار المحاولات؟ لان كل مرة بحسن نفسي، انتوا عارفين زي دايما شبهتها باللي ماشي على طريق مليان مطبات، كل مره بيبدا يحفظ المطبات بنفس الطريقه، لان لما يحصل نجاح لفكره الاطفال الانابيب او الاخصاب المجهري من اول مره او ثاني مره، ده مش علشان شطاره من حد، لا، ده عشان ربنا رايد النجاح. لكن الفشل لا يعني بس ايه؟ فشل او نجاح يبقى بعد استعداد كويس، هرمونات الزوج اتعاملت كويسه، اتعمل تحليل الزوج. والنقطة بقى المهمة جدا نرجع لورا نكسكس كده شوية ونقول ايه التحليلات دي استعجل ليه؟ استعجل ليه في التحليلات دي واقول لهم لازم يدخلوا مركز خصوبة؟ طب من الاساس يجوا بالعلاج العادي. طب يعني ايه فكرة ان انا اقول لهم لا انتوا مالكوش لما يبقى الاف اس اتش بالحلاوة دي والدنيا كلها بالحلاوة دي عند الزوجة، واقول لها لا انت زوجك كده كويس وانت مالكيش الا اخصاب مجهري ومش هينفع انجاب طبيعي؟ ما حدش قال كده، لان اقل من كده واقل من كده واقل من كده يحصل انجاب طبيعي، مش عشان اتاخروا. طب انا اشوف ظروفه متاخروا ليه؟ يا ترى حياتهم ماشيه الاداء الجنسي كويس، يعني في مواعيد كويسه، مواعيد تبويض، ولا جوزها بيبعد عنها ايام معينه؟ دي حاجات. يا ترى جوده الحيوان المنوي كويسه؟ دي حاجه من المهمه، يعني زي ما انا بحثت عن تحليلات الزوجه وشفت جوده البويضه، طب ما انا ابحث عن تحليلات الزوج واشوف جوده الحيوان المنوي. لكن في النهايه ياخدوا فرصتهم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه بقالي سنتين وبعدين حصل حمل في الاول بعد 3 شهور، وحصل اجهاض الجنين نفس بطني بعد شهر السابع.
بعد السابع ده نزل مش اجابة ده نزل ولادة مبكرة. لا هو مات في بطني وبعدين نزل بعد طلق صناعي. تمام يعني نزل جنين. ايوه بالظبط. بس الاجهاض ده اللي هو تحت 6 شهور او ده يمكن دلوقتي بقى اقل كمان البين، لكن ده نزل جنين، نزل طفل ميت. بالظبط جنين مكتمل. تمام تمام. ودلوقتي بقى لي حوالي 10 شهور ونص وما حصلش حمل. عملتوا الار اتش والكلام ده ما بينكم وما بين الزوج؟ الايه؟ الار اتش. الار اتش؟ عملتها انت والزوج وشفت سبب موت الطفل والكلام ده؟ لا احنا عملنا تحاليل، يعني انا عملت تحاليل فيروسات. لا سيبك من الفيروسات، عملت الار اتش؟ لا ما عملناش. طب اوكي نتكلم، عملته بعد كده. انت بتقولي الكلام ده بقاله قد ايه؟ الطفل ده نازل بقاله قد ايه؟ 10 شهور دلوقتي. في افرازات لبن او اي حاجه في الثدي؟ لا مفيش، يعني انا خدت بعديها علاج عشان ينشف اللبن يعني. طيب خدت العلاج، المفروض تستمر على العلاج، ده رقم واحد. طيب الزوج عمل تحليل؟ ايوه. كام؟ هو الليكوفيكيشن 45 مينت. الليكوفاكشن ده اللي زوجه 45 متوسط. يعني هو مش بدايه ارتفاع بس مش ارتفاع. طيب العدد والحركه؟ العدد 40 مليون في الملي. جميل. والحركه اول ساعه؟ اول ساعه 55%. وبعدين 45 35 وبعدين بالظبط. تمام كده معقول. الاب نورمال 25. معقول، كل ده معقول. الفورورد بروجريسيف 10%. 10 وبعد كده؟ وبعد كده 30%. وبعد كده 10 60%. تمام. انت عملت هرموناتك ولا لا؟ ال اس اس اتش 7.1 وال ال اتش 6.7. جميل. والبرولاكتين 2.3. ده كنت عشان كنت ماشي على العلاج. لا هو الفكره هتستمر علاج البرولاكتين فقط لا غير، هتستمر علاج البرولاكتين. الزوج على ال 55 فيها كلامين، في كلام ان ممكن ياخد شويه علاج بسيط جدا، وفي كلام ان احنا بس ويتابع. انت سنك كام؟ سنك ايه؟ عمرك؟ أنا 24. 24، سنكم الصغير ده يخلينا إن أنت تاخدي تستمر على علاج هرمون اللبن ولو بجرعة قليلة. ما استمريت عليه بعد ما سقطت حوالي 4 شهور أو 5 شهور. لا المفروض إنك بتستمر، والزوج هياخد أي حاجة، زود الحركة، علاج معين، زود الحركة وهندي. بالنسبة للزوجة دي تعتبر هي فيها زوجة؟ لا ال 45 فيها كلام، ممكن ندي جرعة ولو مرة في اليوم وممكن ما نديش. التحليل ده بقى له قد إيه بتاع الزوج؟ هو من 27/2. لا طب انت الدوره هتجيلك امتى؟ هي جت اول امبارح. طب اوكي، ايه هو عيد تحليله بس وكلميني، يعني كده انا اللي يهمني هو عيد تحليله وكلميني تاني يا ريت. طيب خلاص. حضرتك بتنصحني اعمل الاشعه الصبغه اطمن على الانابيب او كده؟ انتظري الاول، ما تستعجلش، انتوا لسه صغيرين. ناخد فكره في التهابات، يعني انا عندي التهابات. لا التهابات ده من الكلام اللي انا كنت ناوي اقوله النهارده، ان من الوهم فكره ان الالتهابات تقلل فرص الحمل، الالتهابات بتزود الفرص ما بتقللهاش. الالتهابات دي حاجه هتضايق الزوج، هتتعالج لها كالتهابات لكن مش عشان الانجاب. انت لحد دلوقتي معقوله ما عدا انك هتستمر على علاج هرمون اللبن ولو بجرعه بسيطه قبل النوم. هو يعمل لي تحليل جديد دلوقتي وكلميني وهنشوف احنا بنرجع ولا بنتقدم. التحليل بتاعه بيتقدم يبقى نشوف الخطوه الجايه، التحليل بتاعه ثابت او بيرجع يبقى نشوف هنعمل ايه سوا، ما تقلقيش. تحت امرك يا مدام ساره. ارجع للنقط دي. اذا الحاله دي اللي احنا بنتكلمها، الحاله اللي قبلها اللي احنا كنا بنتكلم مع مدام نهى، كل الحالات بتقول ان احنا لازم نستوعب الموقف بالكامل، لازم ابقى على درايه كامله بكل تفاصيل فحوصات الزوجين، ولما لما ندي قرار اديه على ضوء الصوره شامله. ما ينفعش ان انا اعالج ورقه زي ما اتفقنا، لازم اعالج حاله. نرجع بقى للنقط المهمه جدا اللي انا ناوي اكلمكم فيها يعني ورا بعضها. الكلام اللي كنت بناقشه النهارده مع اطباء النساء الافاضل في المركز، في نفس الوقت اسئلتكم حد فيكم كان بيناقشني يوم السبت ده او السبت اللي قبله في عياده الصحه. في اسره كانت مصممه ان قبل استكشاف الخصيه الزوجه تتحضر. تخيلوا حضراتكم ان احنا مجرد ان احنا وصلنا علميا ان في المراكز ان الزوج لما يتاخد من الخصيه بعد الاستكشاف حيوات منويه وتتحط في الحضانه او تتجمد او تتشال في البنك وبنبدا نحضر الزوجه، ده بالنسبه لنا كان انجاز، مش ده حلم بالنسبه لنا. لا بدا كلام يطلع يقول لا انا الزوجه عايزه تتحضر لان عايزين ويوم الطب وسحب السحب بيسموه، انتوا لما تروحوا كده المراكز النهارده في سحب، سحب البويضات من الزوجه، يوم السحب يتم استكشاف الخاصيه. اتلاقوا خلاص اوكي، ما تلاقوش يبقى خلاص السحب انتهى والبوادي انتهت واللعبه كلها انتهت ونرجع فركش كل واحد يرجع بيته. تخيلوا
مجرد ان احنا رجعنا يعني الكلام ده المطلوب ليه بقى؟ الاسر دي بتقول ان احنا الزوجه تتحضر علشان ناخد حيوات منويه طازه ما تجمدتش، خايفين من نتيجه. يبقى دي النقطه اللي عايزين نتكلم فيها نقطتين. نقطه تخص الخصيه، يا ترى لو حصل تجميد هتتاثر الحيوات المنويه؟ بنسبه كبيره لا. ده الكلام اللي انا ايه اللي بنقوله، بنسبه كبيره لا. الكلام اللي انا كنت بقوله قبل كده ولازم ابدا اصححه معاكم دلوقتي، بالنسبه هصححه معاكم مؤقتا لحد ما نتاكد منه، لان ده كلام هم بيقولوا انه اثبت علميا ان الزوجه لما بتتحضر، انا كان كل خوفي انها تفقد بالتحضير جزء من خصوبتها، لانها بتاخد يعني الزوجات اللي اتكلموا عارفين كويس جدا فيكم اسلوب التحضير والحقن المكثفه والعلاج المكثف لتنشيط المبيض، كل قلقي ان ده ياثر على المخزون، وفجاه لما يفشل الموضوع يبقى خسرنا مش فلوس بس، الفلوس كتيره، لكن في نفس الوقت خسرنا بويضات كتيره. الكلام اللي بيتقال النهارده من اطباء النساء ان لا، الزوجه ما بتخسرش من المخزون اكتر من اللي هيطلع العادي، لكن كل العلاج ده بيشتغل على اللي المفروض يطلع، اللي هيطلع طبيعي، بيحسن اللي هيطلع طبيعي، لكن او لو في جزء هيطلع بيشتغل عليه، لكن ما يشتغلش على المخزون. الكلام ده على يعني على مسؤوليه اطباء النساء اللي كنت قاعد معاهم النهارده، او اللي هم بيقولوا ده اثبت مؤقتا، انا كده ارتحت شويه. لكن نرجع للنقطه كلها، يا ترى من الافضل في مجتمعنا اللي يعتبر مستوى المعيشه فيه اقل من المتوسط، ومعظم اللي هم بيبحثوا عن اجابه وبيجروا في جميع الاتجاهات، معظمهم اللي هم اقل من المتوسط، لان هم دايما على شغف بالانجاب، ان انا احضر الزوجه بالمصاريف دي كلها وبعدين اعمل استكشاف خاص بالمصاريف دي كلها وفي الاخر يحصل فشل في لا ما ينفعش. ده وجهه نظر بسيطه. لكن لو في اسر عندها متسع مادي انها تقول لك لا مش فارق معايا احضر الزوجه واحضر الزوج واصرف مش مشكله، ده وضع تاني خالص. لكن فكره ان الحالات المنويه لما بتتحط في تتجمد بتقل، لا ما بتقلش كفاءه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ ابراهيم، تحت امرك. ازيك يا دكتور امين؟ ربنا يبارك فيك يا استاذ ابراهيم. ربنا يكرمك يا باشا. حضرتك انا عملت تحليل من اسبوع فطلع العدد 4 مليون والحركه 40%. جميل. فحضرتك انا اتعرضت قبل كده لموضوع حجن مجهري فما نفعش، يعني مراتي حملت ولكن الحمد لله رب العالمين يعني قدر الله ما شاء فعل ما قسمناش، سقطتهم على الشهر الثامن. طيب هي عندها كم سنه الزوجه؟ عندها 28. 28، طب عملتوا حقن مجهري عشان ال 4 مليون ولا علشان كان في اقل ولا كان ايه؟ لا ده انا عملت قبل كده بال 4 مليون يا باشا. فالمهم رحت لدكتور حضرتك عندنا في البلد فعمل لي تحليل هرمونات. فطلع حضرتك بالنسبه لل اف اس اتش 30 من العادي في المعمل اللي عملت فيه من 7 ل 11. جميل. وال ال اتش طلع 11 في العادي فيه من 8 ل 7 و 3، يعني دول الاثنين عاليين. جميل. عملت التستوستيرون؟ بالنسبه للتستوستيرون يا باشا طلع 5 من العادي من 3 ل 10، يعني ده المتوسط. عملت البرولاكتين؟ والبرولاكتين يا باشا طلع 11 من عندنا من 2.5 ل 15، قال لي دول الاثنين طبيعيين. جميل. طب انت عملت اشعه على الخصيه ولا لا؟ عملت اشعه دوبلر؟ لا يا باشا. عملت اشعه؟ لا يا باشا. ما عملتش اشعه. طيب انا طبعا في نقط مهمه جدا هكلمك عليها. طب لو ليك سؤال يهمك قول لي وانا هشرح لك الحاله. فحضرتك الدكتور بتاعي يعني نصحني باللي هي حقن برجينيل 5000، قال لي كل اللي تمشي عليها 3 شهور حقن كل 15 يوم لمده 3 شهور يا باشا. فانا عايز لما اكلم حضرتك يعني استفسر من حضرتك برضه، يعني انت راجل ذو خبره وذو علم. ربنا يبارك فيك، لا انا تلميذ ليهم كلهم، بس انا عايز نقطه مهمه، الزوجه اخبار تحليلها ايه؟ لا الزوجه نظيفه، يعني التحاليل بتاعتها كويسه، عملت التحاليل بتاعتها حلوه. يا ريت يا ريت لو تعرف تقول لي عليها في اي وقت، حتى لو مش النهارده تاخد تليفون وتكلمني في اي وقت يا ريت. طب انا هشرح لك حالتك، تعمل لي اشعه بالدوبلر على الخاصيتين، مهم قوي اشعه دوبلر على الخاصيتين، فيا ريت بكره، يعني مش طبعا النهارده خلص، يا ريت بكره وفي اقرب وقت تكلمني، وعايز بالمره تحل الزوجه وهشرح لك حالتك بالكامل يا استاذ ابراهيم، تحت امر حضرتك. اولا انا سعيد جدا باسلوبك
لا تتخيل. هو ده بقى دي قناه الصحه والجمال اللي انا يعني في زعل مني ان انا عملت لها نقد وما اشتقت. انا كان عشم لبيتي او بتكلم في بيتي. دي الصحه والجمال اللي وصلت. شوف الكلام ده انا عايز اقول ما يقولوش دكاتره. تخيلوا بيفسر اف اس اتش كذا من كذا لكذا والطبيعي كذا وال اتش كذا تسترون كلام رائع. المهم بقى عايز اقول انا النهارده بالصدفه كنت بقول لناس يا جماعه الاف اس اتش 30 اهو. خلي بالكم اف اس 30 ومدينا 4 مليون. خلي بقى يا ناس يا دكاتره يا كل الدنيا اف اس اتش 30 اهو والانتاج 4 مليون والحركه 40%. في احسن من كده ايه؟ علشان لما تشوف اف اس اتش فوق ال 10 15 ما تتهموش. عشان لما الاقي حد جاي لي بالاف اس اتش 21 22 18 كان الدنيا كلها مسوده قدامه. اهو قدامكم ادي دليل 4 مليون. طب ليه فشل الاخصاب المجاري؟ احنا اتفقنا كنتيجه ان الاخصاب المجهري او شغل المراكز القاعده الفشل. وهذا لا يقلل من قيمته. لا زي ما قلت كلمه مهمه جدا وانتم فاكرينها ان المراكز دي وضحت لنا من ضمن التوضيح هي فكره الهرمونات دي. انا النهارده بقول ايه؟ لما شفت حاله والاف اس اتش 8 وقلت له مطمئنه والانسان ده بخصيه واحده مثلا وده ممكن بعد العلاج الطويل والخصيه لسه قاز ونعمل استكشاف. الزوجه النهارده بتقول لي طب لو طلع سلبي ما الاف اس انت قلت مطمئنه. قلت مطمئنه لكن ليست شرط. يعني مطمئنه الاف اس اتش 8 مطمئن لكن ليس شرط. وادي 30 ممكن يقلق بس مش شرط. يعني شايفين الارتفاع ما بقاش قاعده انه يقلقك. والطبيعي في الاف اس اتش مش قاعده انه يطمنك. يعني 8 وطلع سلبي ومديك ازو و30 ومديك 4 مليون. طب الحل ايه؟ الحل يعمل دوبلر. مهم جدا يا جماعه الدوبلر قبل ما الهرمونات جميله بس الدوبلر اهم. واقول ليه ان شاء الله. معايا اتصال. الو استاذ محمد. الو ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا عندي حضرتك تحليل لزوجة. فطلعت عالية شوية. ادي بقول لي ساعتين لما فكت من ال تمام. هو قبل اللزوجة العدد والحركة. العدد والحركة كويسين. كام بقى؟ والله ما اعرف بس هو بيقول كويس. تمام. العدد لو الحركه كويس يبقى اللزوجه بنعيد التحليل مره واثنين لان ممكن يكون اللزوجه مؤقته. يعني دايما هتلاقي عند ناس كتير جدا اللزوجه بتبقى تعدي مره او مرتين وبقيه التحليل ما فيش لزوجه. لكن في ناس عندها اللزوجه مستمره ومؤثره على الحركه بطريقه مكتفه الحركه. يعني كلمه لزوجه لما تبقى عاليه بتكتف الحال المنوي. لو كتفته مش هتخليه يتحرك كويس. لما مش هتحرك كويس مش هيوصل لجوه مش هيدي بقى فرصته في الاخصاب كويسه. ده كل لكن لو الحركه كويسه يبقى اللزوجه فين؟ ده اللي اقصده. يبقى انا عايز الصوره كامله بتاعت التحليل. طيب اللزوجه قلقاكوا ساعتين، علاجها بسيط جدا. ممكن تيجي معانا بمذيبات البلغم. طب ما جاتش يبقى الاخصاب المجهري على طول. ده بقى ده النقطه المهمه في مركز الخصوبه. لان في ناس اللزوجه ساعتين وثلاثه ومصممه علاج سنه واثنين مش قادره تستجيب. يبقى وقتها بس مكتفه لي الحركه. هي ما بتتدخلش في العدد اللزوجه لكن بتتدخل في الحركه بس. وقتها الاخصاب المجهري والمراكز الخصوبه بنقعد فيها. وانا قلت دايما ان لما يحصل في حالات معينه لانسدادات عند زوجين، لانسدادات عند زوجين واللزوجه المستعصيه اللي مش قادره تستجيب لاي حاجه. ده حاجه من الحاجات. او الاستكشاف، الاستكشاف يبقى وقتها لو خاصيه ازو لازم اجيب من خاصيه. او كل ده المراكز الخطوبه بقت هي القوات المسلحه بتاعتي. استاذ محمد الو الخط قطع. اوكي. اذا فكره ان طبعا هي كلمه انا دايما علقت لكم على خطا المعمل او الاطباء او خطا اللي بيقرا لما يقرا كلمه فيسكس يعني لازق والبارامترز او البيانات بتاع التحليل حلوه مطمئنه او مش ماشيه مع كلمه لزوجه وتلاقي تحت فيسكس كده كاتب لك هو 20 دقيقه 30 دقيقه 25 دقيقه حاجات كويسه يعني. بس هو كتب فيسكس يعني طبيعي اللي هو مش ميه. لكن مجرد انه قال ساعتين ده الاستاذ محمد قال لا قال ساعتين وفكر بعد ساعتين دي لزوجه. لزوجه والزوجه كويسه. الزوجه كويسه
وفي حصل مدة طويلة شهور وسنة واثنين ومدة ومش وما فيش انجاب، يبقى وقتها لازم اتدخل اعالج اللزوجة بتركيز ثم في دماغي على طول ان انا لو فشلت يبقى اخصاب مجهري. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ استاذة فايزة تحت امرك، ربنا يخليكي. انا عايزة اقول لحضرتك على جوزي حللنا له. طب وقت التلفزيون شوية ممكن؟ حللنا له الحيوانات المنوية وطلعت 3 مليون. 3 مليون تمام. ايوه. والحركة كم كم في المية؟ مش عارفة والله، بس احنا رحنا للدكتور يعني جاب لنا احباط. ليه؟ عشان قال الخصيتين صغيرين مش هينفع حمل طبيعي. طيب انت عندك كم سنة؟ انا عندي 33. متجوزين بقالكم قد ايه؟ انا بقالي 4 شهور بس، هو كان سبب الجواز قبل كده وما خلفش؟ لا، قعد 14 سنة وحاجة. طيب مرتين مجاري. والعملية تفشل. طيب العمل دوالي؟ لا ما عملش. طب ممكن ما عملش اشعة الخاصية؟ لا. انت عملت تحاليل؟ انا كشفت، الدكتور قال لي كويسة ومفيش اي حاجة. شوفي كلامي واضح يا مدام فايزة، شوفي كلمة كشف في الانجاب لا تعني شيء. اول حاجة في الانجاب تحليل هرموناتك، عملتيها؟ لا ما عملتش. الدورة الجاية امتى ليكي؟ يعني يوم 23. يعني لسه قدامنا فترة. فترة قصيرة يعني. لا النهاردة 28 29 بدأ. بتجيني يوم 13 في الشهر. 13 في الشهر. طب اوكي. الثدي عندك فيه افرازات لبن او اي حاجة؟ لا بس قبل الدورة بشهر بيوجعني جامد. طب اوكي. انا عايز انت دلوقتي تقريبا في ايام التبويض. يا ريت تاخدي تليفوني وتكلميني، خدي ما تقفليش، هيدوك التليفون ما تقفليش، هيدوك التليفون يا اما تكلميني بعد الحلقه على طول او تكلميني بكره، وان شاء الله هبدا اقول لك نعمل ايه الشهر ده وهنعمل ايه بعد كده، واطمني جدا وهشرح موضوعك عنايه الاثنين تحت امر حضرتك. هو ممكن الدكتور ده يبقى صح، ممكن، وممكن بنسبه كبيره يطلع مش صح. يعني فكره ان انا اقول لك تشوف كلمه، هي كلامها جميل، بتقول صدمه. انا النهارده كنت بتناقش مع بتوع النساء على قاعدة مين يقول مين يخلف ومين ما يخلفش. لما نص مليون بيخلف ومليون بيخلف و100 مليون ما بيخلفش و3 مليون يخلف و4 مليون، يعني انا اقصد ايه؟ فكره اني اشوف ورقه واقول فلان ده يخلف او ما يخلفش، لا انا كده لو انا عملت كده لا انا الوم نفسي على طول. فكره ان انا ادي كلام، يعني مثلا انا عندي 33 سنه، نقعد مع بعض بهدوء بهدوء وندي فرصه. انا عايز اوجه الكلام ده ليا ولكل الناس بتتعامل معايا اللي هم يعني ايه يعذروني شويه ويفتكروا كلامنا مع بعض. وبرده كلامنا مع بعض مش بعمل لك مش البحر طحين زي ما بيقولوا، مش بمشيك على سراب، لا احنا بنمشي على بروتوكول. اي حد وصلته لاستكشاف خاصيه، انا كنت ماشي على بروتوكول علاج لفتره معينه لفتره سنه واتنين لحد ما يقول لا انا مش هاخد علاج، ومش برده انا اللي بوصله لمرحله ان هو يطلب استكشاف. لا احنا بنسلك كل الطرق. انا بقول دايما الخاصيه زي القلعه القلعه اللي هي بنفضل كل جهه من جهاتها نخبط عليها، بس اكبر باب للخاصيه الدوالي، اللي بعد الدوالي الهرمونات، وبعد الهرمونات كل بقت كل حاجه متاحه بدون ما الف زي كلمه ايه الاف اس اتش 30 والاف اتش 11 وادي برجنيل. طب بدي برجنيل ليه 5000؟ اودي حقنه 5000 ليه؟ ما ال 5000 دي هتديني ال اتش. طب ليه؟ التستوستيرون طبيعي. طب ليه؟ لا ده الساب كده، الاف اس اتش وال اتش دول في الغالب دول رد فعل، فرد فعل لا اسيبه. التستوستيرون 5 لا اسيبه. البرولاكتين 11 اسيبه. العب على ايه؟ ده الباب الكبير محدش لا بص عليه ولا بحث عنه، يعني تخيلوا اكبر بوابه للراجل 4 مليون اللي هو سامعنا دلوقتي اللي كان بيتكلم من شويه، 4 مليون و40% اكبر بوابه الدوالي ما حدش عمل له اشعه. ليه؟ مش في دماغه الاشعه. انا عايز اقول ان مش في دماغه الدوالي، او كاره الدوالي زي ما هي ناس كارهه الليبراليين وناس كارهه الاخوان وناس كاره، والكاره ده خلاص صعب مهما هو بيجيب لك كل النقط اللي هي كل الابحاث كل ورقه اتقالت وحشه على الدوالي بيطلعها. انتوا عارفين نفس الوضع اللي احنا عايشينه على الساحه بنفس الطريقه، اللي زي انا اللي شايف الامر كويس، لا كل حاجه عند دولي بحاول اطلعها كويسه واطلع كل المزايا بتاعت الدوالي. معايا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟ الحمد لله ربنا يكرمك. حضرتك انا كنت عملت تحليل من فتره كان 90 مليون والحركه كانت 40%. جميل، كويس قوي. فالدكتور قال لي اعمل الدوالي عشان الحركه كانت قليله، فعملت عمليه الدوالي. طب قبل ما تعمل الدوالي الزوجه عملت هرموناتها ولا لا؟ عملت الهرمونات وكان حصل حمل وحصل اجهاض في الشهر. طب هرموناتها هرمون اللبن والاف اس اتش وال اتش كل ده اتعمل؟ عامل ده كله وكان مش فاكر تمام. مش فاكرهم؟ اه تمام، كان كله تمام مظبوط يعني. هعتبرهم مظبوطين لحد ما اسمعهم منك لو كانك مش فاكرهم. طب عملت الدوالي وبعد كده؟ المشكله حضرتك نتج عن الدوالي ميه الخصيه. عادي جدا، مش مشكله، ده عاديه جدا. ايه المشكله بعد كده؟ عملت عمليه ميه الخصيه، فالمشكله بقى جت من هنا بقى، نتج عنها سده في الايه، في الحبل المنوي. في الجهه ولا الجهتين؟ في الجهتين الاثنين، كانت من 90 مليون لزيرو، عملت تحليل بعدها طلع زيرو. تمام. فحضرتك عملت عمليه استكشاف فطلع في حيوانات منويه في الخصيه. تمام. وعملت عملية تسليك بعد كده برضه ففشلت، كانت عملت مرة واحدة ورجعت عملت تاني لسه عملية من 6 شهور، لسه ما عملتش التحليل، فلسه بنستنى منتظر التحليل إن شاء الله في آخر الشهر ده. اللي هو التحليل للزوجة، متابعة الزوجة يعني. ليه أنا عملت عملية تسليك تاني. التسليك عملتها فين؟ في الجامعة؟ لا عاملها في دكتور في تمام عملت في الجهتين تسليك. في الجهتين تسليك. ميكروسكوب بالمنظار ولا جراحة؟ ميكروسكوب. بالميكروسكوب بالمنظار. طيب اوكي، انا عايز اتابع حالتك كويس قوي يا استاذ. الاسم ايه؟ محمد. استاذ محمد، يا ريت. انت ساكن فين؟ انا في طنطا حضرتك. من طنطا. عايزك تاخد تليفون وعايز اتابع حالتك كويس، يعني خد تليفون من كنترول، انا هشرحها دلوقتي ومحتاج اتابعها كويس جدا، لان حالتك كلنا عايزين، لازم كلنا نتعلم منها ولازم نقول فيها كلام كتير، ودي يمكن شامله حاجات كتير جدا في موضوع الانجاب، ونصايح لينا وليك ولكل الدكاتره وكل حاجه. يا ريت يا محمد، تاخد تليفوني او تجيب تليفوني يبقى تلاقيه وتكلمني، وهتابعك ان شاء الله وهشرح لك الموضوع ده. يعني حاله الاستاذ محمد لوحدها ممكن ان شاء الله نكمل فيها لحد الفجر. استاذ عماد ولا مين معانا؟ استاذ عماد. ايوه تحت امرك. لو سمحت يا دكتور. ايوه. هل تفيد الحجامه في علاج اللزوجه؟ نعم. لا مش سامع. الحجامة حضرتك مالها؟ هل تفيد في علاج اللزوجة؟ عايز رأي؟ رأيي الشخصي. ايوه. لا، لكن رأيي الشخصي لا. اللزوجة علاجها مذيبات البلغم، واحيانا بتختفي لوحدها، بتبقى يعني متقلبة، ممكن تيجي وما تجيش. ده حاجه من الحاجات، لكن فكره رايي الشخصي، فكره دور الاعشاب والحجامه والكلام ده، لما تسالني اقول لك لا انا مش موافق. لكن ليه؟ انا همشي علمي باللي انا اعرفه واللي درسته، انا دكتور. احتمال عايز يعني تاخد راي حد في الحجامه والاعشاب يبقى مش دكتور. يعني ليه؟ لان او يعني يعني عايز حد بقى يشرح لي دور، يعني عايز حد يعني يقعد معايا كده بعيد ويقول لي يعني الحجامه هتعمل ايه في اللزوجه، او هتعمل ايه في الانسداد، او هتعمل ايه في الازو، والاعشاب هيعمل ايه في الازو اللي هم بتاع ال 21 يوم والعلبه الزرقاء والخضراء والبيضاء. لكن عايز اقول اللزوجه علاجها بسيط جدا، يا جماعه. يعني في حالات استجابت بطريقه تخيلها، واحتمال زمان من 25 30 سنه لما كنت بادئ وخطواتي بطيئه جدا، احبو زي الطفل اللي يعني لسه بستند كده واتابع موضوع الانجاب. كان في، انا كنت مره قاعد يعني مع الاساتذه في مستشفى سيد جلال اللي هي التابعه لجامعه الازهر، وبنناقش الموضوع ده مع دكتور، الله يديله الصحه لو كان عايش، والله ان شاء الله ربنا يسلمه يكون عايش وان شاء الله ونطمن عليه، اسمه دكتور فاروق جيوشي، من افضل الاساتذه اللي قابلتهم وتعاملت معاهم. وقاعدين نتكلم على اللزوجه وقتها، تخيلوا الكلام ده دخل على 28 سنه 30 سنه، وكانت اللزوجه مش قادرين نفكر نعمل لها حاجه، اللزوجه مش قادرين وقتها متكتفين، شوف الكلام ده. وفجاه قالوا ان في ابحاث بتقول ان في ادويه معينه، اللي في ماده كان في حقن بتنزل بتفتت الحصاوي وقتها، اسمها ديبروبانكس تقريبا، كانت انتشرت لفتره، كانت بتفتت حصاوي الكلى وتنزل الحصاوي والكلام ده، الحصوات من الكليه. وجربت في بحث عن اللزوجه وجابت نتيجه،
بدات يعني ادور عليها واكتبها، والناس لا تتخيلوا السحر وقتها، وناس كتير انجبت واللزوجه اختفت والكلام ده. يعني عايز اقول لكم موضوع اللزوجه ماشي علميا، بعد كده اللي سيطر على الموقف ادويه البلغم كلها، مذيبات البلغم، وهي مسيطره اخر 20 سنه. لكن لما بدات اتابع اللزوجه صح واركز فيها لقيتها مش ثابته. اللي ثابت عند اللزوجه، اللي ثابته عند اللزوجه قليلين جدا، لكن النسبة العظمى لا بتيجي اسمها ايه ترانزيانت او مؤقتة، او تيجي في تحليل وتختفي في كذا تحليل لزوجة. لكن اللي الزوجة عنده مصممة انها ما انها موجودة على طول في كل تحليله، نسبة قليلة جدا من الازواج. وحاجة من الاثنين، يا بيستجيبوا للعلاج مذيب البلغم، لا باجباري بقى وقتها بنلجأ ليه. انا فاكر ان في حد جالي منكم وخمس سبع سنين خد كل جرعات مذيبات البلغم، واللزوجه ثابته على 180 دقيقه 180 دقيقه 180 في كل التحاليل، خلاص ده بقى اوكي على طول. ده يعسكر في ياخد اوضه جوه مركز خصوبه ان شاء الله لحد ما يطلع بتوفيق ربنا باطفال في ايده. لكن فكره اي دور تاني في اللزوجه ممكن انا اقول له بقى لو في تدخين قلل شويه، لو في اشرب سوائل ركز في الحاجات اللي فيها بتزود المناعه زي الخضار والميه والفاكهه والكلام ده كله. ده تبقى حاجات بقى ايه الكلام الجميل، الكلام اللي يفيد قوي ما يضرش، يعني زي ما هقوله بعد كده في مواضيع كتير. ارجع لموضوع الموضوع بتاع الاستاذ محمد اللي انتوا كلكم ممكن يعني ايه ينفع مسلسل رمضان، يعني من كان دلوقتي كل القنوات بتعلن عن مسلسلات رمضان، فهو مش علشان حاجه، مش عشان ان انا بيقاسه، لا تشوفوا الخطوات اللي مشيت معاه، لا ملوش ذنب، واحيانا الاطباء ملهاش ذنب، بس احنا كلنا نتعلم منها. معانا اتصال. الو استاذ علي. الو استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ علي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله 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 يا دكتور انا عندي 58 سنه تمام ومخلف ومفيش انتصاب. عندك سكر؟ ما عنديش حاجه، ما عنديش الا حساسيه بس. حساسيه في الصدر ولا في الجلد؟ ها؟ حساسيه صدريه؟ اه حساسيه صدريه. بتاخد لها البخاخه والحاجات دي ولا ايه؟ اه باخد لها بخاخه. لكن عملت تحليل سكر؟ مفيش. لا عملت تحليل سكر، ما عنديش سكر. طيب عينيا تابعني وهقول لك كل حاجه، عينيا الاثنين تابعني وخد تليفوني وان شاء الله. انا عايز اقول الكل يعني لما بيجيني حد اعاده الصحه يتعالج للجب للانجاب اقول اه، يعني يديني بيجيب لي ملفاته بنقعد مع بعض عايز يعني نسمع بعض. لكن اي حد فيكم عايز يتعالج من اي خلل في الجنس يكلمني. يعني انا يمكن حد جالي من محافظه بعيده الاسبوع اللي فات قلت له مشفق عليك، قال لا انا يعني انا يعني بيقول لي كان فكرت اكلمك بس قلت لا برضه عايز يقعد معايا. تخيل لما يجي ست ساعات سفر عشان يقعد بعد دقيقتين عشان نفس الشكوى ونفس العلاج في الاخر. فانا بقول لك يا حاج علي واي حد فيكم يكلمني في الوقت اللي بكلم فيه من 10:30 ل 11:30 بالليل، ويكلموني في اي وقت ومفيش نستحمل بعض شويه، لو انا مشغول يصبر عليا، واحيانا لما الاقي اتصال كتير بقعد 12 و12 ونص لحد ما اخلص كل المكالمات. وان شاء الله هتابعك جنسيا. وعايز اقول بقى نقطه مهمه جدا في موضوع الجنس. النهارده في كتبت علاج لحد فيكم من 10 ايام او من اسبوعين، لقيته جاي النهارده بيقول لي انت كاتب لي العلاج اخده كل يوم، ده المفروض العلاج ده بيتاخد عند اللزوم. يعني تخيلوا يعني ايه. هو المريض اللي بيقول لي كده بيقول لي انت كاتب لي العلاج اخده كل يوم، المفروض ان انا باخده، المفروض يتاخد عند اللزوم. فطبعا ما يعني انا ضحكت عملتها نكته معاه، قلت له لا بقى ان شاء الله هتاخده كل يوم، بس طبعا ايه غيرت له الجرعات ليس الا. انا عايز اقول نقطه مهمه جدا في الموضوع ده. في كلام كتير ما زال في ما فيش شفافيه هنا في مصر في اي موضوع. يمكن النهارده بس يمكن ما رضيتش اتكلم فيها في البدايه، لكن في النص كده القلق على صد النهضه بتاع اثيوبيا برضه ما فيش شفافيه. لسه كنت بتكلم مع صديقي المتر واحنا جايين في العربيه اني عايزين حد يطلع بس يقول يا جماعه كده يشرح على سبوره شفافيه الموضوع كذا كذا كت كت. لكن دلوقتي كل حد بيقول راي والناس بتسمع 100 راي، مش عارفين الضرر والفايده، مش عارفين، عايزين حد بنفس الطريقه. مفيش شفافيه لحد دلوقتي، مفيش شفافيه حتى في علاج الجنس. انا دكاتره قاعدين معايا من يومين دكاتره ودكاتره كبار في السن ومش مقتنعين بكل نظريات علاج الجنس، مش مقتنعين بدور الزوجه، مش مقتنعين باي حاجه. يعني انت تخيلوا اني ما فيش اتفاق، زي ما انا بتكلم دايما على الانجاب ان ما فيش اتفاق، وما كنتش بنقد زي ما كنت بقول لسعاد حميد قبل الحلقه ان اكتر من ان انا حريص جدا ان يبقى في اتفاق ما بيننا، اتفاق ما بيننا، وانا حريص وغيور جدا
انا ما اعتقدش ان في حد غيور اكتر مني على موضوع الاتفاق على مصلحه الناس ومصلحه الاطباء على فكره. بنفس الطريقه علاج الجنس. علاج الجنس من ابسط ما يمكن، بس هو محتاج ان احنا نتفق على راي، نقعد كده مين بيعالج الجنس، المجموعه اللي بتعالج الجنس، الدكاتره الجنس دول بيعالجوا الجنس، يبقى في اتفاق على الراي، اتفاق على الجرعه، على نظام الجرعه، اتفاق على اني الصح فين وايه البروتوكول اللي نمشي عليه. يا ترى معظم الخلل الجنسي نفسي مش مرض نفسي، لا ملل، يعني عارفين نفور خفيف، عدم استعداد. انا قلت لكم كتير جدا ان عدم الاستعداد ما بين الزوجين له دور كبير جدا، عدم الاستعداد حتى الشكلي. يمكن يعني برضو مش بمثل بافلام ابدا، يمكن لسه شايف لقطه بسيطه في الفيلم بتاع البيضة والحجر ده، جميله جدا في السيناريو، اللي اتجوزوا ما عرفوش عمل لهم ايه؟ سرح دي وعمل لها شويه برفانات وخلى الزوج يهتم بنفسه، خلاص انتهت اللعبه. حاجات بسيطه بس اساسيه، دور الزوجه وتشجيعها اساسي. اللي يقول لك لا الجنس راجل، لا الجنس ست مش راجل، الجنس اللي يقول لك لا الراجل في الاساس يقول لك خد الجنس، لا الست تاخد الجنس. وقلت لكم جبت لكم امثله كتير جدا في رجاله فوق ال 70 و80 و90 ومتجوزين ستات. انا عايز اقول لكم يعني طبعا انا بسمع كتير وبيتحكي لي كتير وعارف اللي بيحصل في المجتمع، لما اقول لكم ان الست اساسيه، الست اساسيه، واللي جرب كده هو اللي لما بعد، انا مش عايز اقول بنشر الكلام ده لا طبعا، اللي بعد الملل من زوجه يا اما اتصلحت يا اما بعد زوجه تانية بيشوف الفرق ويرجع للاولى برضه يشوف الفرق. يعني انا عايز اقول ايه، دور الزوجه مؤثر جدا والدور الرئيسي في موضوع الجنس، لكن علاج الجنس عايز فن. ان انا قاعده ما اديكش علاج عند اللزوم، ده قاعده. القاعده الثانيه ان اديك جرعات قليله جدا، ما واخدكش على جرعات كبيره من البدايه، ما واخدكش على جرعات عاليه من البدايه. لو خدتك على جرعات عاليه مش عارف ارجعك، لا انا بديك جرعات بسيطه وبعدين ابدا اسحبها تدريجي. انا عايز اقول لكم بنفس التشبيه تقريبا، في انسه كانت بتكلمني النهارده من اسكندريه وانا جاي في الطريق، كانت بتتكلم على موضوع التبول الارادي. لما بدات معاها بعلاج كل ليله قرص مثلا قبل النوم، بعد كده كلمتني خليته يوم ويوم، بعد كده قلت لها طب نوقف العلاج ونبدا انك لازم تبولي قبل ما تنامي مرتين، بعد كده لا بقى ما تبوليش وما تاخديش علاج وهنشوف. انا عايز اقول ايه، لما اسحب الحاجات تدريجي ببدا العقل الباطن وهي الثقه بترجع. بنفس علاج الجنس، اما اجيش لزوج واقول له مره ادخل كده انت قوي، اقف قدام المرايه زي اللي بيقول انا بطل ولا انا حديد ولا، ما ينفعش. هو زي بقول كده زي لعبك، يكتسب الثقه، اكتسب الثقه مره اثنين، ابدا اسحب منه العلاج تدريجي 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 لحد ما يبدا يعتمد على نفسه. انا عارف من اصعب المنظومه ان انا اجي على راجل ضعيف جنسيا وابدا ازقه واحاول اسحب العلاج منه. انا عارف انها صعوبتها قد ايه، وعشان كده بقول اي حد فيكم بيستمر معايا شهر اتنين تلاته لحد ما اسحب العلاج كله، يبدا ينطلق لوحده زي العربيه او زي القطر. اذا موضوع الجنس وموضوع عدم نسيان دور الهرمونات وبالذات التستوستيرون والبرولاكتين، عدم اهمال السكر والضغط، دور السكر كسكر ودور الضغط كأدوية. فكرة ان انا اركز على الـ على الـ على عمليات الجنس زي ما بدأ ينتشر قوي، ان كل جاي لي يقول لي انا دلوقتي عايز اربط وريد العضو الذكري. يا جماعة ده الكلام ده من 20 سنة اتنسى. فكرة ان انا اي حد فينا كان بدأ، كانت دي منتشرة من زمان. لما بدأنا جيلنا احنا لما بدأنا احنا اخر جيل يعمل العمليه دي، وبدأنا نحس انها مؤقته وبترجع بسرعه. وريد بيتعمل، يعني انا ربطت وريد بيرجع غيره، يرجع غيره في 5 شهور ولا سنه؟ لا الامور مش كده. يبقى الامور في الاول علاج الثقه ترجع، منظومه الحياه ما بين الزوج والزوجه تتغير شويه. انا زي ما قلت لكم مره، يا جماعه لا تنسوا دور حتى الجو العام، العرق، السخون، البرد والحر، يعني كل دي حاجات مؤثره. ما يبقاش بيترعش في الساعه او حران وزهقان ويقول لي جنس، يعني دي حاجات بسيطه جدا. يعني حتى ايه، حتى انا فاكر ان في زوج كان كل مشكلته الفطريات والمونيليا والريحه الكريهه بتاع الزوجه،
فتتعالج يعني. شايفين حاجات بسيطه تعمل نفور، بس الامور مش زرار والامور مش سوسته، لا ده سفنجه بالفكر يوصل دم، وازاي الدم ما يرجعش؟ ده يرجع في ثانيه لو حصل اي قلق في النص، يرجع في ثانيه. ولو رجع في ثانيه بقى يقول لك لا اصل في تسريب وريدي ولازم وبدا تنتشر حد كله جاي لك دلوقتي لما بيسمعه، زي ما انتشر كل حاجه في الاعلام، وزي ما قلت وما عجبش حد الكلام ده، زي ما انتشر كل حاجه واللي انتم شايفينها، انتشرت فكره ان الكل دلوقتي حاطط همه على ان اللي هي الحاجات التعويضيه اللي هي البروسيسز او الدعامه زي ما بيسموها او ربط الاورده، خلاص بقت هي الاساس. استاذ عصام، الو استاذ عصام. ايوه مع حضرتك. اتفضل يا استاذ عصام، تحت امرك. تؤمر. بقول لحضرتك يعني عندي يعني في سرعه في الكشف وكده، فانا عندك كم سنه؟ انا عندي 24. متجوز بقالك قد ايه ولا مش متجوز؟ لا لسه متجوز قريب. متجوز يعني بقالك شهور؟ اه. طب اوكي، موضوع من طبعا سرعه القذف موجوده والانتصاب كويس دلوقتي. تمام كده؟ الانتصاب كويس. طب اوكي، طب يعني وهعالجك، حاضر يعني الاثنين. يمكن برضو الكلام ده ما زلت مصمم عليه، ان كل الاسر اللي في سرعه قذف لازم يتعالجوا، وانا وغيري وغيري مش هنسيبكم، ولازم نقف جنبكم. رقم واحد في علاج سرعه القذف وتظبيط الجنس عموما، رقم اثنين موضوع ان احنا نبعدكم عن الادويه المدمره اللي هي الترامادولات والكلام ده. لازم نعرف دور يعني ان في ادويه يا جماعه مش مضره، في ادويه تعالج سرعه القذف وادويه تعالج الجنس ومش مضره. ان احنا نستبسط الحاجات اللي بناخدها من زمايلنا ومن الكلام ده على انها بتنعشنا وعلى انها بتفوقنا وعلى انها بتخلينا نبقى صاحيين والكلام ده كله، وبنكمل شغلنا بال 12 ساعه. ان احنا بننتحر تدريجيا وتاثيرها على الكبد وعلى المخ وعلى كل الجسم. يكفي ان بتخليك خيال يعني ماشي كده هيكل. فيا استاذ عصام، العلاج بسيط بتاع سرعه القذف، خد تليفون وهملك الادويه وهقول لك على النظام. ونظام سرعه القذف مش ادمان، علاجه مش ادمان، علاجه من شهر ونص شهرين ثلاثه، جرعات قليله جدا بتوقفها، بعد كده ان شاء الله بتوفيق ربنا سرعه القذف بتقف. وسرعه القذف بتتوقف على حاجتين، رقم واحد العقل الباطن لو في قلق يعمل سرعه القذف، ولو في عدم ثقه في الانتصاب انه يكمل معاك يعمل سرعه القذف. ده العقل الباطن برضو، مش دماغك انت، مش العقل الظاهر، مش في دماغك، لكن هو العقل الباطن لو ما عندوش ثقه في الانتصاب، خايف الانتصاب يخل منه، فهو خايف الانتصاب ينزل منه ويحصل له احراج قبل ما يقذف، فبيضطر يقذف بسرعه يريح نفسه بالبلد كده، يقول لك لا وانا في انتصاب اقذف وارتاح عشان ما قبل الانتصاب ما يسيبني. لكن لو رجعت الثقه في الانتصاب مع شيل القلق البسيط، الامور بتتظبط وبتبقى انت بتتحكم فيها كويس جدا في الدرجه اللي انت عايزها. والتعريفات سيبكم من تعريفات سرعه القذف، هو المهم في الجنس رضا الطرفين والزوج اولا. الزوج اولا، لان الزوج في جميع الحالات هيقذف وهيرضى وهيفوق وهو ادى جنس. لا، رضا الزوجه مهم جدا، ووصول الزوجه للنشره بتاعتها مهم جدا في موضوع الجنس. عايز بقى ايه عشان يعني اتكلم على موضوع الاستاذ محمد بسرعه عشان ما يسرقش الوقت. 90 مليون و40% ينجب كويس جدا. يعني الكلام ده بشوفه كتير، 90 مليون و40% ينجب بتوفيق ربنا. اهم حاجه ان اتشافت دوالي، اتعمل دوالي. عملت معايا الخاصيه، انا اللي بشوفه دايما انكم، انا جالي حد النهارده الليله يا عمده زي ما بيقولوا، النهارده قبل ما اجي. الليله دي جالي حد بيقول انا عندي الخاصيتين مكان انا اعمل له دوالي، بيقول لي لا في ورم، ما لقيتش حاجه خالص. يعني هو انتوا عارفين احساس الصداع لما تحس ان دماغك دي قد العالم كله وهي دماغك نفس دماغك، نفس الطريقه. احساسه بعد العمليه اي احتقان في الخاصيه بيبقى متهيألي ان الخاصيه دي كبرت، وهي ما كبرتش. هي ده انا لقيت الخاصيه حجم انا مش عايز اقول اقل من الطبيعي، وبيقول لي كبرت. احيانا بتاع الاشعه بيطلع ميه على الخاصيه النسبه الطبيعيه بيكتبها في التقرير، دكتور زيي ده قلق ميه على الخاصيه افتح من غير ما يفتح. لا هي ايه؟ مكنه، انتوا عارفين ميه على الخاصيه افتح وهي طبيعيه. اذا المياه الخاصيه ما نستعجلش فيها، المياه الخاصيه بنسبه كبيره وجودها بنسبه كبيره لا يؤثر على الانجاب، يؤثر على الانجاب اشتباه في حالتين. لو عامله ضغط، لو الميه يعني ايه شده
عامله ضغط شده، يعني ايه مش مرنه معانا، الميه شده جامد، بيقول ممكن تبقى تعمل ضغط على الخاصيه وتعمل شويه قلق لشغل الخاصيه، او فيها تلوث، يعني ايه فيها بيسموها ايه تربد او معكره، لو الميه اللي جوه الخاصيه معكره فممكن نحاول نشيلها. لكن الاندفاع حصل في الدوالي من غير ما اعرف تحليه الزوجه، ثم حصل ميه، وبعد الميه حصل انسداد. خلي بالكم الانسداد اللي بعد الميه ممكن يجي بالعلاج، ممكن، لانه انسداد خارجي وليس داخلي، يعني حاضر ثواني، يعني ما تقطعش الحبل المنوي، ده انسداد التهابي، ممكن يجي معانا بالعلاج، ممكن وارد يجي بالعلاج مع الصبر. طيب اتعمل تسليك، يا ترى الانسداد ده كان يجي بالمنظار؟ اشك، يعني الانسداد اللي جه بعد ميه على الخاصيه وبعد عمليه مش الانسداد اللي بتعمل بالمنظار، الانسداد اللي بتعمل بالمنظار دايما اللي هو في اخر نهايه الحبل المنوي وهو داخل على العضو قبل القصف، وده بيبقى في الغالب، في الغالب بيبقى ممكن عيب خلقي، ممكن مع نادر يجي بالتهابات مزمنه، في الغالب بيبقى عيب خلقي، وده اللي ممكن يتشق بالمنظار، لكن الالتهاب اللي حصل ده في الغالب ما جيش بالمنظار. انا مش عايز اقلقك، لكن انت موضوعك فيه اكتر من باب في الطب وفي الانجاب. ان شاء الله انا اتعشم ان شاء الله ان التسليك يجيب نتيجه ويطلع انا ظني غلط، وعايز اتابع معاك يا استاذ محمد. طبعا الوقت خلاص، لكن انا كنت عايز حاطط لكم عناوين نتكلم فيها، ولو ما اتكلمناش فيها ان شاء الله نكملها الاسبوع الجاي، زي موضوع تحديد الزوجه احنا اتكلمنا فيه. بعد الاستكشاف نعمل ايه؟ بعد الاستكشاف طلع ايجابي في اتجاه، طلع سلبي بنرجع نكمل علاج، بس مش بعد الاستكشاف طلع سلبي ان احنا نرجع نقعد في البيت. لا، انت ممكن يجي لك بتبقى محبط شويه، انا بتبقى معذور انت والزوجه انكم محبطين شويه، لكن بعد الاستراحه دي بتاعت الاستكشاف احنا خدناها كاستراحه، وقلنا زي ما بنخش مراكز الخصوبه وعارفين ان اطفال الانابيب الفشل فيها هو القاعده، الاستكشاف السلبيه فيها القاعده، احنا عارفين على مستوى الدنيا كلها اللي طلع ايجابي لا يتعدى 20% بعد الاستكشافات، لكن ممكن في يوم يطلع كله ايجابي وفي اليوم كله سلبي وفي يوم نص ونص، لان انت داخل رايح تعمل استكشاف للخاصيه وانت عارف ان السلبيه هي القاعده، الايجابيه الامل في الايجابيه، طلع ايجابي اوكي بتمشي في اتجاه، والاتجاه على فكره ممكن يوصل لك لطفل وممكن ترجع تاني. السلبيه لا تعني الياس، السلبيه تعني استراحه بسيطه ونكمل علاج. في امراض عامه مؤثره على السائل المنوي، الكلام ده مهم جدا، ان كل واحد عنده سكر يا ترى ياثر عليا، عندي مش عارف ايه، اهم حاجه بتاثر في السائل المنوي الغدد، غير الدوالي الغدد، الغدد الدرقيه وغيرها وغيرها وغيرها. لكن لو واحد عنده سكر، واحد عنده كبد، يقلل مناعته ممكن شويه، لكن مش هيوصلني للخلل الجامد، مش هيوصلني. انا الكلام ده كله ان شاء الله هفتحه الحلقه الجايه، زي تاثير عمليه الفتق على الانجاب، لا لو كان حد زي ما عمل كده في الحبل المنوي، يا ترى ممكن التحليل بعد الدوالي اللي يبقى صفر، لو كان فوق الالاف او يعني الاف او لحد مليون واتنين مليون ممكن يبقى صفر ويرجع تاني. هي نقط كتير جدا كان نفسي نفتحها ونتكلم فيها ان شاء الله، نبدا بها لو في نصيب التلات الجاي. سعدت بكم جدا وباتصالاتكم بمواضيعكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا البرنامج برعايه صحة التخصصية، صحتك بهمنا. العنوان مجمع الموردي محطة مترو السيدة زينب، تليفون رقم 011-320-22 أو 011-789-01 أو 011-789-00.